هنا في قلب ولاية هاتاي بمدينة أنطاكيا، خيم منتشرة في كل مكان، والركام كذلك منتشر في كل مكان. أغلب من هم بالخيم ينتظرون أن يسمعوا خبر عن ذويهم، حيث عديد أو جبال من الأنقاض من العمارات تبدأ فرق الانقاض بشكل متواصل ليل نهار، لعلها تصل إلى ناجين، تعطي الأولوية للأماكن التي تستشعر فيها الأجهزة الحديثة حياة بشرية تحت الأنقاض. لكن البعض يريد أن يعني يطلع ذويه حتى وإن كانوا ميتين من أجل دفنهم. ضغط كبير، ضغط على فرق الإنقاذ هنا بسبب عدد هائل من الركام من كل مكان. بعض العمارات لم يبدأ فيهم البحث بعد بسبب أن الأجهزة الاستشعارية لا تعطي أي حياة بشرية تحت هذه الأنقاض. لاحظنا عديد الأطفال باتوا بدون أسر، مواضيع يعني صدمات نفسية كبيرة جدا هنا. نلاحظ البعض مثلا فقد كل عائلته، يتحدث لوحده، البعض لا يصدق يعني أين يعيش، سواء من السوريين سواء من الأتراك، لكن السوريين تضرروا أكثر. لماذا؟ لأنهم في بلدهم الثاني، على اعتبار أنه في تركيا لا توجد لهم عائلات أو مكان آخر يستطيعون السفر إليه، كما أنهم مثلا لو في سوريا. الأتراك استطاعوا الذهاب إلى مدن أخرى والسلطات قامت بإجلائهم، ونفس الشيء حتى للسوريين قاموا بإجلائهم، لكن السوريون هنا يقولون إذا كنت سأغير خيمة بخيمة أن أبقى هنا، لكن السلطات ترى أن هذه المنطقة خطر وتريد إبعاد الجميع إلى مناطق آمنة. البارحة سنار أحسسنا بهزة تقريبا في حدود الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي، كانت هناك هزة أرضية دامت لبضع ثواني. هذه الهزات الارتدادية هي مستمرة على طوال اليوم، لكن لا نشعر بها بشكل دائم، أحيانا بين الفينة والأخرى نشعر بهذا الأمر. هناك كذلك مساعدات عربية كبيرة جدا، على رأسها مساعدات من الإمارات، من المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، تونس، دول عدة، مصر كذلك للشمال السوري، دول عديدة تقوم بمساعدة تركيا في هذه الكارثة العصر كما سماها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان. كذلك مسألة أخرى هو أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية كذلك خصصت مساعدات إضافية، مثلا بريطانيا اليوم أعلنت أنها ستساعد تركيا ب 25 مليون دولار من المساعدات. هناك كذلك فرق إنقاذ، لاحظنا البارحة كان لقناة الغد يعني تغطية مع فريق الإنقاذ والبحث السعودي، يستمر الجميع هنا من أجل المحاولة للسيطرة على هذه المأساة، على هذه الكارثة. هنا في هذا المخيم سنار الذي تشاهدينه خلفي، كان هناك، هذا هو كان الاسم سابقا لمدينة أنطاكيا هنا في قلب ولاية هاتاي. اليوم باتت هذه المدينة خيم كما تشاهدين، وفي الجهة الأخرى في الطرف الآخر وإن كانت الشمس عكس ذلك، يستمر الحفر في هذه الجبال من الأنقاض. مدينة أو ولاية منكوبة مثلها مثل باقي الولايات، يحاول الجميع سواء على مستوى الأتراك أو حتى على مستوى المجتمع الدولي أن يحد من حد هذه الكارثة. العائلات هنا تريد أن تحصل على الجثث، رصدنا العديد يشتكي، الأمر ليس تجاهلا من أي إن كان، سواء من فرق الإنقاذ التركية أو الدولية، وإنما المسألة مرتبطة باعتبارات أولية، طالما أن أجهزة الاستشعار تعطي فرصة بأن هناك حياة، فرق الإنقاذ تتوجه أولا إلى أماكن الاستشعار وبعد ذلك إلى الأنقاض التي لا يوجد بها استشعار. كذلك رائحة الموتى باتت تفوح بشكل أكبر هنا، وبالتالي التخوفات من أن تنتشر أوبئة أو أمراض تنفسية نتيجة تحلل الجثث تحت هذه الأنقاض سنار.